اكيد عارف اني انا جاي احكي لك مجموعه نقاط وادفايسز ادفايس تنجمع بيسز اوف ادفايس هيك انا علموني في المدرسه من احسن رواد الاعمال ورجال اعمال في العالم. اول نقطه من صاحبنا تبع باي بال حكي لك اسمه بالاخر بيحكي لك انه اذا انت بلشت مشروعك الصغير الكتكوت على قدك انت مش هدفك تستهدف اكبر شريحه مستهلكين كبيره في الماركت، لا استهدف شريحه على قدك كتكوت كتكوت نجح مشروعك ظبط امورك وبعدين توكل على الله واستهدف بقيه الشرائح. وهذا جماعه الباي بال او تبع الباي بال اسمه بيتر فيل، ان شاء الله اكون حكيت اسمه صح عشان ما نكونش جبنا حبيبي صاحبي وصديقي إيلون ماسك، تسلا، سبيس إكس. في ناس كثير من اللي أنا كنت بتناقش معهم في مواضيع ما بيعرفوه، لكن حاول أنك تتعرف عليه. بيحكي لك إنه إذا أنت بلشت مشروعك بحاول أنك أنت دائما تدور على نقد، بدي نقد بدي نقد بدي نقد، تكون مدمن نقد من كل الناس اللي أنت ممكن أنك أنت تاخد النقد منهم، أصحابك، إخوانك، عيلتك، الناس، الكاستمرز اللي ممكن يشتغلوا معك، أي حدا موجود حواليك خد منه النقد. انا بحكي لك من جهتي تعقيبا على ايلون ماسك لانه يمكن نسي يحكيها، بس حاول انه يكون النقد البناء. النقد البناء مش ضروري يكون ايجابي، بس برضه ما يكونش النقد الهدام اللي هو اللي بينتقدك بس عشان ينتقدك، لا بدك النقد اللي بيحسن من الشيء اللي انت بتعمل فيه. والله اني عميق انا. خلينا نروح للنقطه الثالثه. النصيحه الثالثه اللي تبع اليوم لكريس ساكا، ان شاء الله اكون عم بحكي اسمهم صح، بس هم كتابه اسمائهم على الفيديو اكيد صحيحه، من او هو بولر او من بولر انفستور، ما بعرف اذا هي شركه ولا هو ديسكريبشن، ما علينا. بيحكي لك لا تستهين باي شخص ممكن يمر عليك مين مكان يكون سايق تاكسي، كنترول، باص، دكتور، ليش راح ايدي فوق انا، مع احترام لكل وظائف يعني، دكتور، موظف، مهندس، عامل نظافه، شوفير باص او سايق باص، حدا ما بيشتغل، حدا نايم، لا تستهين باي شخص. النقطة الرابعة على الفيديو تبع اليوم من واحد اسمه باول جراهام، اي ثينك هيك اسمه، من جهة اسمها واي كومبيناتور، ان شاء الله اكون عم بحكيهم صحيحين. شو بيحكي لك؟ بيحكي لك انه معظم المشاريع اللي بلشوها الناس وفشلت، فشلت لانه هم ما عملوا اشي الناس بدهم اياه، لا هم كانوا يفكروا انه الناس بدهم اياه بس الناس تبعوا ما بدهم اياه. باختصار كان بيحكي لك بطتنا بطت بطن بطتكم بطتين وبطت، بتقدر بطتكم تبط بطن بطتنا بطتين وبطت. ننتقل للنقطة رقم 5، نحكي اشي افيد. لا تخلي الناس يحبطوك ويوقفوك ويوقفوا بطريقك ويحكوا لك لا ما راح تقدر. ليه؟ لأنه في كتير حاقدين ومدنسين وكارهين وواتسو إبر المشاعر السلبية، لا ترد عليهم. اللي حكى لك هذه المعلومة اسمه دينيس جرولي من إشي اسمه فور سكوير، والله أسماء غريبة، خماله جاسر وأحمد ومصطفى وخليل، هدول أسماء أسهل كثير. نكمل النقطة رقم 6 أو النصيحة رقم 6 في هذا الفيديو، صراحة نصيحة جدا حلوة. بيحكي لك دائما اوكي لقيت الفكره لا تضلك تفكر فيها، فكر بايش هو ابسط شيء انا ممكن اسوي، ابسط تاسك انا ممكن اعمله اللي حيخليني قادر اني انا ابلور هذه الفكره او الكونسبت او الشيء اللي انا حابب ان انا اعمله واحوله لبروتوتايب اني انا اقدر افحصه واعمل عليه تيست واعمل عليه فيدباك واعمل عليه تعديلات لحتى ان انا اقدر اعمل له ريليس او اطلقه للماركت لحتى الناس انها تجربه، وحتى ما اطلقه للماركت يمكن اطلع منه ديمو انه الناس تجربوا، لانه هم الناس اللي راح يستخدموا هذول الكاستمرز او الكونسيومرز اللي راح يستخدموا هم اللي راح يخبروك اذا هذا البرودكت شغال وفعال وبدنا اياه او ما بدنا اياه، مش انت. ماشي ماشي انت. حكالنا النقطه السادسه هي امورتنا الانسه الجميله اللي بحطش في دمتي انه اسمها لي باسكت او باسكو او باسكيو وات ايفر، من مكان اسمه تاسك رابت. ماشي نروح للنقطة اللي بعدها. واحد اسمه تاسون فرايد اي ثينك من مكان اسمه بيس كامب، بيحكي لك انت لازم تصرف فلوسك على التعليم، انك انت تعلم، طبعا مش انك انت تتعلم يعني، اوكي انت لازم تتعلم بس هو هيك بيحكي، انك انت تصرف فلوسك على التعليم والتعلم وعلى المشاركة او الشيرنج للمعلومات، وانك انت ممكن توظف بدل ماركتينج بيرسون توظف رايتر او كونتنت رايتر. هو هيك خدم يعني هو زودها بس مش مشكلة. بيحكوا لك انه لازم تعمل هيك علشان انت ما تقضيها تضلك تحكي 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 عن حالك، هو راح يكتب عن البرودكت تبعك والديسكريبشن تبعك والله كل هذا الحكي وراح يعمل لك اياه هذا الكونتنت رايتر بدل الماركتينج بيبل الموجودين عندك. هو حر، نحترم كل وجهات النظر وننتقل للنصيحة اللي بعدها.
هذا الشخص الناس اللي تشتغل في الفيجواليزيشن ويمكن في الاركيتكتشر المفروض يكونوا بيعرفوه، اسمه بالمر لوكي من شركة أكيلس ريفت، أكيد تعرفوا المعماريين يعني بزعل منكم. المهم شو بيحكي لك؟ بيحكي لك مش المفروض أنك أنت تكون تقدر تعمل كل إشي، وهذا شيء من المستحيل. لو كنت بتقدر تعمل كل إشي فمش المفروض أنك أنت تعمله، لازم يكون في عندك تيم خدمة للحكي، لازم يكون في عندك تيم وهذا التيم برضو بيشتغل معك على إنجاح مشروعك، وكل شخص متخصص في مجاله، فلا تعمل كل إشي لحالك. واحد اسمه كمال رافي كانت من أنجل ليست بيحكي لك بغض النظر عن مشروعك وفكرته وعن الإشي اللي أنت بتعمله، فلازم ديفينيتلي إنك أنت تلاقي الشريك الصح والأنسب والأقوى والأروع لحتى إنك أنت تشتغل معه وتكمله. بعض ومواصفات هذا الشريك الخرافي بيقول لك هاي انتجريتي وهاي انتليجنس وهاي انرجي. هاي انتجريتي وهاي انتليجنس وهاي انرجي، وهاي كل اشي بوزيتيف ممكن يخص المشروع اللي بتشتغلوا عليه. باختصار شريكك لازم يكون اسمه جاسر. ليه نكمل النقطة العاشرة في الفيديو تبع اليوم من شخص اسمه ريتشارد برانسون من فيرجن، بيحكي لك الشركة ما هي إلا مجموعة أشخاص وقائد، فلازم يكون عندك قدرة هائلة ورائعة على قيادة دول الناس بالطريقة الصحيحة، أنك تكون مستمع جدا جيد ومحفز لهم وقادر على تشجيعهم للانطلاق باتجاه الأهداف والعمل باتجاه الأهداف اللي الشركة معمولة علشانها. فدير بالك على الناس اللي بيشتغلوا معك. ولهون بقدر أحكي لك إنه خلصوا العشر نقاط اللي أنا بدي أحكي لك إياهم في هذا الفيديو. احكي لي رأيك فيهم في التعليقات، وقل لي ايش في نقاط اخرى نصائح من ناس في عالم ريادة الاعمال ممكن تفيدنا كلنا مع بعض، واحكي لي اذا حضرت الفيديوهات اللي قبل، وإذا لا روح احضرهم احسن لك. سلام.